إن شاء الله راح نتكلم عن بعض التغيرات الفسيولوجية بالأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن في أمراض العيون. العيون طبعا مثل تصلب العدسة يؤدي إلى انخفاض القدرة على تركيز الصور، تنخفض مرونة العدسة وبالتالي تنخفض القدرة على رؤية الأجسام القريبة. أيضا في مرض آخر اسمه تعتم العدسة نتيجة الإصابة بالمياه البيضاء، وأيضا تزداد نسبة الإصابة يعني في المصابين مثل مرض السكر، الذين يعانون مرض السكر تزداد عندهم هذه الحالة. معظم التغيرات في الواقع هي تغيرات مرضية في أمراض العيون. حول هذا الموضوع هناك الكثير من الحلول لكبار السن، فمثلا التأكد من الإضاءة بحيث يعني تركز على الهدف بشكل سليم، مما يعني يضمن اتساع الحدقة. أيضا تصحيح قصر النظر مع التأكد من أن ضغط العين في الحدود الطبيعية، مما يعني يضمن اتساع الحدقة وسقوط الضوء حول الجسم المعتم. وأخيرا اللجوء يعني بعض الأحيان إلى التدخل الجراحي إذا تعارضت يعني حدة الرؤية مع النشاطات اليومية. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس البسيط. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.